اختفاء الكلب. عندنا طوارئ الرمز ليد، بكرر الرمز ليد. رئيسي السيد إدليدلي هيجي يتعشى معانا النهاردة. ليه ما قلتليش قبل كده؟ قلت، استخدمت طريقة اتصال فعالة، أعلام الإشارة زي الكلام لكن بالأعلام مش الكلمات. إدليدلي وصل وفيه غبي قلب الترابيزة بالأكل. بابا ده أنت، مفيش وقت عشان نشاور، بسرعة هعطل إدليدلي لغاية ما تعملي 5 أطباق لذيذة. 5 أطباق؟ كويس، أنا عندي كتاب الطبخ المفيد. ماما ده دليل العربية. غلط طبعا. دلوقتي هاتلي مضاد التجمد للمقبلات. أهلا بيك في بيتي المبهر يا فندم، اسمح لي أبهرك بجوائز البولينج بتاعتي. بس دي جوائز بولينج نسائية وانت مش ست. أيوة، لأن اللي اشتريتهم منها ست، وبصراحة هي كانت ست ممتازة. وقت المقبلات. برافو يا حبيبتي، خليتيه يقلع شرابه المنتن. ماشي يلا الطبق الثاني، شرايح إطار، في كتير من ده. أخدت 4 عجلات من العربية الفاخرة اللي برا. دي عربيتي. بقيت متحاصر هنا، ده شبه بداية فيلم رعب. الرئيس ياخد أول جزء يا سيد إدليدلي. أصدقائي لازم أساعد بابا قبل ما الوضع يسوء. أتمنى ماما تقدم حاجة يحبها السيد إدليدلي. دريحتها لذيذة، دريحتها لذيذة، دي ألذ لحمة أكلتها، دي عوضت برميل الأقلام اللي نزلت عليا في البدروم. دول مش بتوع الشغل. لا، سيد ليدلي بيتخنق وبيحاول يقول حاجة. خد استخدم أعلامي. في غواصة تحت الترابيزة، غوصوا غوصوا. اطمن يا تيمي، هنقذ السيد ليدلي. واو، كلبك أنقذ حياتي. هعمل اللي بعمله لما تعجبني حاجة، هشتريه وهدفع لك فيه كمان 17 مليون. موافق، ب17 مليون هرمي جوائز البولينج والآلام اللي أنا ما سرقتهاش من الشغل. بابا لا، آسف يا سيد ليدلي، لكن سباركي مش للبيع، ده كلبي وأنا بحبه. أنت ما يهمكش نكسب 17 مليون؟ لا يا بابا، ما تقدرش تبيع سباركي. أنا آسف يا سيد ليدلي، لكن لو الكلب ده بيخلي ابني تيمي سعيد يبقى ما أقدرش أبيعه، حتى لو كان ابني مش بيهتم إنه يشوفني سعيد زي كل الناس. بتعيط زي البنات، هتندم على ده يا ترنر. دايما باخد اللي عاوزه، ولو ما خدتش الكلب أنا هخلي حياتك كلها تعيسة. بكرهك يا آلام اللي ما سرقتهاش. صباح الخير يا فندم، أتمنى ما تكونش متضايق من موضوع إنك ما أخدتش كلبي. أنا كويس يا ترنر، لكن من ناحية تانية غضبان وعندي وظيفة خطيرة ليك، وأرجو إنها تكون مؤلمة جدا. شكرا، لكن أنا فعلا متجوز. بس أنا مش هجوزك، أنا هحطك في أوضة كبيرة عشان تختبر متانة الإقلام وتندم إنك ما اديتنيش كلبك. ممكن اخد الكلب؟ لا، لكن في الحقيقة الآلام دي مدهشة ولا واحد اتكسر. يعني انا لازم ازود الحرارة، ودي تريقة عشان هبعتك لأوضة تجميد الإقلام. اهلا يا قطة، في لحمة هناك، في لحمة هناك. موافق تدين الكلب؟ لا يا سيد إدليدلي، ممكن تاخد كرامتي والنمر عمل ده، وممكن تاخد طحالي والنمر عمل ده برضو كمان، لكن مش ممكن تاخد كلب ابني. زي ما تحب، هشوفك بكرة الساعة 8 في طارد الإقلام. هتختبر الإقلام اللي هتبعتها الفضاء أقلام فضائية ولا ألم فضائي؟ فهمني. لا، عملتها عشان أعذب الموظفين. مين بيبعت إقلام الفضاء؟ انت غبي يا ترنر. بابا انت عارف ان في نمر برا؟ ايوه، ركبت وانا مروح عشان رجلي وجعاني. هو كل ده علشان انت مش عايز تديله سباركي؟ ايوه فعلا يا تيمي، انا حافظت على كلبك، كان في صواعق وتيران، وبكرة ألم فضاء. ألم فضاء، فهمني. حزين علشان بابا،
رئيسه بيعذبه علشان مش عاوز يديله سباركي. لو بس فيه طريقة تخليك انت والسيد ليدلي تاخده سباركي. فيه، هنتظاهر اننا اديناك لسيد ليدلي وترجع للبيت تاني. دي صدفة يا تيمي، وانت مش موجود بروح بيت السيد ليدلي. هاي ليدلي، بطل تهز البانيو. نار شبح البانيو سخن. تيمي، انك تتشارك السيد ليدلي فكرة مدهشة. هتحب بيته، لكن خد معاك مايو. السيد ليدلي مش بيستخدم البانيو من غير هدوم. وتيمي، انا متوتر من الشغل لدرجة اني خلصت ضوافري وبدأت اكل الالام اللي مش سرقها. بابا مفيش مشكلة. يلا يا ترنر، عاوز اخدك لفطار دسم كبير، وده قبل ما احطك في طارد الالام. ده مش ضروري يا سيد ليدلي، قررت اني اديك كلبي علشان تبطل شر مع بابا. اوه تيمي، مش هسمح لك تعمل كده. بسرعة خده قبل ما يغير رأيه. يعني هتسمح لي اخد كلب ابنك؟ انت ضعيف، مش بس عشان وقعت بيانو عليك. مفيش مكسب معاك. شكرا يا تيمي، انت ابني كويس. دلوقتي غمض عينيك، هقول حاجة مهمة للسيد ليدلي. وبعدين الوقت اتأخر، السيد ليدلي بينام بدري وسباركي المفروض يرجع. يوه، لو السيد ليدلي حينام هروح الحمام السخن ولابس ابتسامة. اللي عملته لباباك شيء لطيف قوي. حاجة بسيطة يا واندا، وكمان ايه اللي ممكن يحصل غلط؟ انا عملت حادثة في جنينة السيد ليدلي، خبطت عربيته الرياضية في شجرة. مفيش مشكلة، افتكروا شبح الحمام. على كل حال، بسبب اللي انتوا عملتوه باباك حينام في هدوء قوي الليلة. سبتني اخد كلب ابنك؟ انت عديم الشخصية، عديم الشخصية. العشاء مش مستوي. اوه ده ممتاز، بتمثل وهي نايمة. اوه مش قادر افكر اني تخليت عن كلب تيمي، متأكد انها تعدي. اوه لا، بيعدي من ورا الباب. اوه شامم ريحة فراخ بالتوابل، دي الوجبة المفضلة عند سباركي. ايه كل الشعوذة دي؟ سباركي تاني بضميري بيخليني اتخيل. ايوه كل ده وهم، انا بس هاخد الاكل ده معايا، قصدي انا مش هنا، انت بس بتتخيل حاجات. اوه اكيد انا مجنون ان اخلي السيد ليدلي ياخد كلب تيمي، ده مش صحيح خالص، لازم ارجعه بعد ما اكل الفراخ دي من اللاوعي. هات لي نفسك فراخ يا نمر التلج. انا دلوقتي هتسلل لبيت السيد ليدلي وارجع كلب تيمي. سيد ليدلي، انا والد تيمي، جيت عشان سباركي كلب تيمي. اتفضل ادخل يا ترنر، كده اهاجمك قانوني. بتفكر انك هتاخد الكلب تاني؟ عمرك ما هتقدر تعدي من نظام الامن الخطير بتاعي. محاولة كويسة، لكن الفضل لسوء معاملتك انا مستعد لده. كمان بقيت محصن من السواق واقدر اسخر قوتها. ممكن تاكله يا سيد ليدلي؟ انا اصلي كلت فراخ ومش جعان خالص، ودلوقتي هستخدم قوة السواق الغريبة عشان اخد كلب ابني. ادهولي يا سيد ليدلي والا احولك للحم مشوي. كنت هرجعهولك لكن مش عارف هو فين. تيمي عندنا مشكلة، صباع الكبير اتحشر جوه فتحة من فتحات البانيو وعامل صوت رهيب، وكمان باباك بيفجر سوائق على السيد ليدلي عشان يرجع سباركي. لا سباركي، ارجع لسيد ليدلي. اسف اني احولك للحم مشوي يا سيد ليدلي، لكن انت اللي خليتني الوحش اللي انا عليه. استنى يا ترنر، ممكن تاخد الكلب؟ انت فعلا اول واحد يواجهني يا ترنر، الظاهر انك مش عديم الشخصية. يا سلام، ممكن استمر في شغلي تاني؟ اكيد، انا اخاف افصلك، انت طفرة مرعبة بتفجر صواعق من صوابعك. تعال يا سباركي، خلينا نرجع البيت لتيمي. انا كمان بحبك يا سباركي. لا، كان في صلصة فراخ على خدك. اوه انت اتكلمت؟ لا،
ماشي. هايل يا سباركي، انا فرحان انك رجعت وكل حاجه رجعت طبيعيه. اوه عزيزي، العشاء مش مستوي دلوقتي؟ مستوي قوي. بسرعه كلكم، عازمكم برا. يلا طير بينا. قديم الشخصيه تيرنر يعود بالزمن. ليه كل الإثارة دي؟ هو تمرد الكلاب بدأ أخيراً؟ هنمشي البشر وهيشمونا. بتتكلم على إيه يا سباركي؟ أنا متحمس علشان اكتشفت إني مشهور. أوه، كنت بس بهزر بخصوص تمرد الكلاب. ألفا إلى القائد ريد، إلغاء التمرد. بكرر، إلغاء، إلغاء. أصدقائي، اكتشفت في حصة التاريخ النهاردة إن جدي اشترك في تأسيس ديمزديل. هي دي الحاجة المهمة؟ دي حاجة عادية جدا. ممكن نرجع لتمرد الكلاب؟ على كل، لازم أكتب تقرير عن أجدادي. ده جدي الكبير إبنزر تيرنر، على الرغم إني مش شايف تشابه عائلي. أوتيمي، شفت لقيت ايه في الصندرة آلتي الرياضية القديمة؟ بابا، انت ليه لابس هدوم رجالية نسائية؟ ما اقدرش احرق السعرات بالترنج، اكيد مش هيناسبني. ماشي، هو صحيح ان جدي الاكبر ساعد في تأسيس المدينة؟ صحيح يا تيمي، احنا اللي حطينا الدم في ديمزديل. جدي الاكبر كان بيشتغل ايه؟ اوه، كان منادي المدينة. ياه، بيمشي في المدينة وبيقول الاخبار اليومية؟ لا، هو كان بيمشي في الشوارع وبيعيط، يمكن عشان كان لابس زي كده. على كل، لازم امشي، راسي بتحرقني من الباروكه. ياه، ده شعر كتير. لا، الظاهر في عيش نمل تحتيه. ايه، راسي بتولع. طيب، ده وقت بدايه تقريري. متحمس جدا. ديمزديل تاسست في 1700. انا زهقت، محتاج حل للتقرير. طيب، ممكن ترجع بالزمن وتشوف التاريخ وهو بيحصل. لو بس تقدر توصل لنوع من الخدع. اهلا. اوه صح، واندا جنية. اتمنى اني اقدر ارجع بالزمن لتأسيس ديمزديل. مدهش، واضح ان ده من زمان قوي. ياه، ديمزديل القديمة رائعة جدا، وعدم وجود اي دواء او نظافة. مدهش. تيمي، ده جدك الكبير ابينيزر تيرنر. هايل. مرحبا بسكان ديمزديل، اجتمعنا هنا عشان ندي كل مواطن في المدينة شغل. ابينيزر تيرنر اختار بين ملك السكك الحديدية ومنادي المدينة. الكل عارف ان السكك الحديدية ملهاش مستقبل، مجرد بدعة، وبهدوم الرجالية النسائية هكون المنادي. يبقى أورفيل باكسبلانتي أعلنك ملك السكك الحديدية. مغفل. تيمي، جدك الكبير شاطر قوي في شغله. امسك نفسك يا راجل. ست، شفت؟ كفاية، رجعوني البيت. مش قادر اصدق ان جدي الكبير اختار المنادي. لو اختار ملك السكك الحديدية كنا بقينا اغنية. مين كان يعرف اني من سلسلة من الاخبية؟ نمل النار زحف من شعر المستعار لهدومي. اتمنى لو اقدر اغير الماضي. تيمي، تغيير الماضي خطير، ما تعرفش هتغير ايه في المستقبل. الحاضر مش هيبقى اسوأ من كده. النمل وصل لبنطلوني النسائي. اتمنى ان جدي الكبير يختار ملك السكك الحديدية. ها، ده غريب، مفيش تغيير. لا، مش معقول، كل حاجة اتغيرت. احنا اغنية. بصوا، حمام السباحة، هي دي سفينة؟ أهلا أستاذ تيمي، أنا ميرمان وصيفك، مستني أي طلب منك. هايل. اسمح لي. شو حضرتك؟ قول لي لما تحب تروح الحمام عشان هبقى محتاج وقت لتحضيره عشانك. وي وي وي. أهلا يا تيمي، تاخد فلوس؟ ليه انت واقف؟ احنا أغنية، مش لازم نلمس الأرض. ميرمان، أمرك يا فندم. يا جماعة، الكل لازم يغير ساعته، بيتنا في منطقة مختلفة.
ياه، احنا محتاجين نبدل القطر 3 مرات علشان نوصل للباب. ايه اللي حصل لديمزدل؟ قولي ايه اللي حصل يا ترنر؟ سيد كروكر، انت بتعمل ايه في الزبالة؟ عايش هنا. البسي حزامك يا ماما وادخلي اوضتك. عايش في برميل الزبالة مع مامتك؟ حاجة مقرفة بمعنى الكلمة. ذكي جدا، وانت بتفكر في ده كنت بموت من الجوع. ازاي ده بسبب عيلة ترنر؟ ديمزدل اتدمرت من جشع عيلة ترنر، وباباك يبقى اسوأ واحد فيهم. اوه عزيزتي، عاوز اخد القطر لليخت بس المبنى ده في الطريق. الحل بسيط، باباك اكتر راجل شرير في المدينة، في يوم من الايام هقود ثورة تسقط طغيان ترنر. تنزل، محتاجة مساعدتك في ربط حزامي. لحظة يا ماما، انا جاي. مش مصدق ان عيلتي اتغيرت وبقت جشعة. مفيش متعة اني اكون غني والكل تعيس. كوزمو، واندا، اتمنى ارجع لحياتي القديمة. جورجن، بتعمل ايه هنا؟ بفوت معاد تسمير البشرة بفضلك. فين كوزمو وواندا وبوف؟ هاي، حياتك بقت حلوة ومش محتاج جنيات، وكمان خليت لك الكلب علشان هو مزعج. ما اقدرش اعيش من غير جنياتي، علشان ارجع كوزمو وواندا لازم اخلي حياتي تعيسة. تيمي، دي هدية صغيرة من باباك، بيقول لك يوم 3 سعيد. هايل، كنت بتكلم عن ايه تاني؟ حظ سعيد في موضوع الحياة التعيسة. ماشي، محتاجة أركز. هبطل أكل وده هيخلي حياتي وحشة، وبعدين كوزمو وواندا هيرجعوا. خد حلويات ملفوفة بالفلوس. كنت بقول ايه تاني؟ خطة جديدة، هتخلى عن كل حاجاتي المدهشة. تعالوا خدوا حاجاتي مجانا. نجحت، ما عنديش اي حاجة. تيمي، لانك اتخلصت من حاجاتك الروعة جبت لك حاجات اروع. ساعة 4 الا ربع سعيدة. مستحيل تكون تعيس وانت غني. يا ترى هيجي لي ايه الساعة 4؟ لحظة، انا في البرميل. عاوز ايه يا ترنر؟ جيت علشان تهني بكلام ذكي تاني؟ سيد كروكر، عاوز اساعدك تبدأ الثورة ضد بابا. مش عارف يا ترنر، ليه أثق فيك؟ لو هزمنا بابا مش هتعيش في البرميل تاني. الحقيقة البرميل مش سيء، لسه مغير المطبخ. لكن ممكن تبقى غني. خلينا نبدأ الثورة. شكرا على المشاعر والعصيان يا سباركي. مفيش مشكلة، محتاجهم تاني عشان حاجة مهمة. محط ترنر للكهرباء، يلا ندمر والد ديمي الشرير. قضيت سنين أدرس إزاي أدمر محطة الكهرباء، أخيراً تعبي هيكون له نتيجة. أو ممكن ندوس الزرار. هو ده، كان ممكن أتجوز وأكون عيلة، لكن كان لازم ألاقي واحدة عاوزة تعيش في الزبالة. أوه طبعاً ده كان مستحيل. أوه لا، قطاراتي وقفت، بركبهم من زمان ونسيت إزاي أمشي. ميرمان، بطل تروح الحمام بتيمي وشلني لليخت. آسف يا فندم. حياتي هتبقى تعيسة تاني. نجحت يا ترنر، وعارف ازاي اقدر اشكرك. كنت افضل سلة فطاير. فكرت في ده لكن قررت ادمرك بدل من كده. ليه؟ انا مشحون دلوقتي، الطاقة في دماغي. شايف القطر ده؟ هركبه حالا وادوس على كل عيلتك. لا، انتهيت، دي اكتر تعاسة مريت بيها. اهلا، احنا كوزمو واندا وده ابننا بوف، احنا جنياتك الجدد. يا ترى عندك اي اسئلة لينا؟ خرجيني بس من هنا الاول. ماشي، لكن الاول نراجع 1000 صفحة من قوانين الجنيات. الفصل الاول، ايه هي الجنيات؟ ممكن نخلص ده؟ ماشي، لو بس تمضي على عقد الجنيات ده هنا وهنا وهنا. ايدي مربوطة. ايوه صح، اسفة. اصدقائي، اتمنى حياتي ترجع تاني زي ما كانت قبل الامنية. اي امنية؟ بس نفذ. اخيرا في البيت.
مش محتاج بابا يكون ملك السكك الحديدية، حياتي ممتازة زي ما هي. ساعدني يا تيمي، جهازي عمل نتائج عكسية. يمكن ممتازة مش الكلمة الصح. هاي تيمي اسمع كلامي، انت يا ريت تسيب المدينة يومين. للأسف يا سباركي، كنت بفكر ناكل بيتزا على حسابي. اوه بيتزا. الفا الى القائد ريد، الغاء التمرد، الغاء الغاء. اتأخرت كتير. المنحنى. انت بتعمل ايه؟ بعمل واجبي. حلوة يا تيمي، بس انت بجد بتعمل ايه؟ انا بجد بعمل الواجب، هيحطوا الدرجات ولازم اعليها قبل تقرير المتابعة اللي جاي. ماشي، لكن انت بجد بتعمل ايه؟ تيمي، عربية السيد كروكر اللي مش مريبة وصلت دلوقتي، وتورتة عملاقة طلعت منها. اخيرا حاجة طبيعية حصلت. اوه، تورتة فواكه العيد جت بدري وكمان ضخمة. انا مش تورتة، انا بس متخفي. سيد كروكر، بتعمل ايه هنا؟ بوصل التقرير بتاعك بنفسي، ودرجاتك وحشة، محتاجة تورتة، فهمتها؟ انا صهرت طول الليل اخبزها. اتفضل يا ترنر، انت اخدت شيء. وهي دي معناها جيد؟ لا، معناها سيء. مش مصدق انك غبي؟ شيء مضحك. واجه الامر. اسمع يا ترنر، لو ما تحسنتش هينتهي بيك الامر في المدرسة الصيفية. كان المفروض يكون في رعد وبرق، بس فلوسي خلصت. المدرسة الصيفية؟ لا، مش سيئة كده يا تيمي، زي التخييم من غير النحل. اوه، هيكون فيه نحل، المفروض ما اقولش كده بصوت عالي. عرفنا درجاتك يا تيمي. من ناحية تانية أخدت شريحة من تورتة كروكر، طعمها زي الحزن مع شوية حياة ضايعة. شرايح جوز الهند. لا استنوا، دي قشرة غم. مستحيل أروح المدرسة الصيفية و... على كل إن أنا بذاكر كويس جدا، وأظن إني خلصت واجبي. استنوا، فين واجبي؟ باكله يا تيمي، ده اللي بيعمله الكلاب. بص، عملت شوربة الحروف من واجب الإنجليزي. رش شوية شعر عليها وهتبقى عملت حاجة. مش مصدق انك بوظت الواجب، ما عنديش وقت اعمله قبل المدرسة بكرة، لازم اكون عبقري علشان اعمل كده. استنى، لقيتها، اتمنى اني اكون عبقري. دماغي بتوجعني. ده عشان طاقيتك الغبية صغيرة على دماغك العملاقة. مش الطاقية دي، المعلومات اللي في راسي. ده مخيف، عرفت كل الحقائق الرهيبة دي. زي ضرب نيزك للأرض. والهوت دوغ مصنوع من ايه؟ رجعني تاني. اعترف، لازم اصحى طول الليل واعمل الواجب تاني. استنى، فين كتبي؟ بص، عملت كرومب الرياضيات على البخار. ابعد عن كرومب الكتب، الفصل الاول بيخرج منك على طول. ماشي يا ولاد، انا علمت الواجبات، وهي دي الصدمه. تيمي ترنر اخذ 92. بجد؟ ما تتسرعش في الاحتفال مع ادواتك المدرسيه، لسوء الحظ ال 92 بتاعتك تبقى اف. ازاي راسب ب 91؟ عشان المنحني، كل الفصل واخد 93 او اعلى، وده معناه لو مستواك اقل من الفصل يبقى درجتك راسب. ها، المفروض تنزل اف كبيره من السقف. بس ده مش عدل. العدل ده مكان بيحاكموا فيه الكلاب. لكن انا عملت الواجب بجد. كلم ظهري، وشي مش مهتم. اشوفك في المدرسه الصيفيه، البس بدله نحال لو عايز تعيش. كان المفروض تقع عليك. ده جنون، بسبب المنحنى الطريقة الوحيدة علشان أنجح إن الفصل كله يكون أغبى مني، أعمل إيه؟ ده جنون يا تيمي، ما أقدرش أتخيل إن حد أغبى منك. أوه، هشيل اللبانة من عجلة الأتوبيس اللي بيتحرك. صاحبي، الموضوع كان يستحق.
أصدقائي، ممكن أتخلص من المدرسة الصيفية. أتمنى يكون الكل أغبى مني. مش عارفة يا تيمي، الأمنية دي ممكن، عارف، خطيرة وغير مسؤولة وي 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 وي. بس حرك العصاية، مش هكون أصغر أو أذكى. مدهش، دلوقتي الكل هيبقوا أغبية جدا. مش عارف إيه اللي في الهوت دوج، بس أحسن من لبان العجل. ده البوب، حاجة جميلة. فجأة حصلت لي نوبة ضحك هستيرية. أنا ممكن أحرقك بالسشوار ده يا غبي. ماشي، شغلي انتهى، دلوقتي بقى نشف شعر. أنا عندي طاية جديدة. تيمي، الظاهر في حقل قوة حوالين البيت. ده مجرد باب يا بابا. لا، العشب بيعيط، لازم قلت حاجة زعلته. غريبة، حتى أهلي شكلهم أغبى من المعتاد. ممكن أتحمل ده مادام مش هروح المدرسة الصيفية. درجة ممتاز مستنياني. اتأخرت لأن في قوة حوالين المدرسة. أنا صححت امتحاناتكم، ترنر أخد 41، لكن عشان الكل واخد 5 أو أقل أخد ممتاز. وهو ومن غير مذاكر، مش محتاج بالواحد واربعين، المفروض تدرس للفصل. يعني مش هحضر المدرسة الصيفية؟ أكيد طبعا، دلوقتي خدت هوت دوج. يا خبر، خليت السقف يعيط. حاجة مدهشة، أخدت تقدير ممتاز، وكمان أخدت ممتاز في المشروع، وكل اللي عملته إني وصلت لمبة في الهوت دوج. بص، الهوت دوج ده عنده فكرة. ماشي، الأوضة مليانة أغبية، لكن الجانب المشرق أنا جبت ممتاز، ومفيش احتمال إن الوضع يبقى أسوأ من كده. أنا تشيت وبيتشا وبقول آسف، بحب النكتة دي. وأخبار تانية، فطيرة عملاقة نازلة للأرض. يلا امسكوا فناجين القهوة وسكاكين الزبدة، علشان احنا بعد ساعة كلنا هنتعشى. لا، دي مش فطيرة، ده نيزك. أصدقائي، لازم تبعدوه، استخدموا عصيانكم. دي مش سحرية، دي علشان أحك ظهري. دي مش عشان حك الظهر، دي مصاصة بطعم اللسان المحروق. مفيش فايدة منكم، لازم أحذر الكل علشان النيزك. دي مش فطيرة، ده نيزك. بطل كلام مجنون يا تيمي، هتزعل العشب الصغير. طب أنا أعمل إيه؟ أنا الوحيد اللي ذكي علشان يمنع النيزك إنه يدمر الأرض، واخد 41 في الرياضيات. لازم أفكر. لحظة، طيب لو فجرته؟ اتمنيت صاروخ مرة، أكيد لسه في الدولاب. أهلا يا تيمي. ده موجو اليويو اللي بيتكلم. لحظة، ليه بطلت ألعب بيه؟ بطل، هرجع. صح، عنده دوار حركة. هو ده صاروخي اللي بيتكلم. ما فيهوش وقود، وبخاف من المرتفعات. وبتسأل ليه مش بلعب بيك؟ بالراحة على الصاروخ، كل واحد عنده مشاكله. عايز كل ألعابي تسكت لغاية لما لاقي وقود للصاروخ. أظن الهوت دوج ده عنده فكرة. لقيتها، واحد هوت دوج ينور لمبة، يبقى 1000 واحد يشغل صاروخ. بس منين أجيب 1000 هوت دوج؟ أوه تيمي، ممكن أخزن الألف هوت دوج دي في أوضتك، طالما عندك فطيرة عملاقة مش محتاجهم. مش دلوقتي، أنا مشغول، قصدي ماشي. ماشي يا صاروخ، دي آخر هوت دوج. أنت عارف إني نباتي، صح؟ أنت صاروخ غبي، أنا بحاول أنقذ العالم دلوقتي، انطلق بسرعة. وقفت النيزك، أنا بطل. خوف الفطيرة، أنت وحش، اهجموا عليه. حقل طاقة غبي. المصاصة اللي بطعم اللسان المحروق مش بتفقد لذتها أبدا. أصدقائي، أرجوكم ركزوا، أنا هقول حاجة ولما أقولها تهزوا عصاية حك الظهر والمصاصة. أتمنى كل شيء يرجع طبيعي. ما عملتوش حاجة،
ما هو انت ما قلتش حاجة. اتمنى كل حاجة ترجع طبيعية. اتحركوا. ماشي، عشان اتأكد انها اشتغلت. واندا، عاوز هوت دوغ. انت بتهزر؟ هو انت عندك فكرة ده بيتعمل ازاي؟ يبقى واندا هي اللي هتدفع. ها نجح، الكل رجع زكي ما عدا كوزمو، يعني كل شيء رجع طبيعي. تيمي بطل، انقذنا من النايزك. انا مش قادر اقف، عندي هدوك كتير. خبر كويس، انا بخير. اصدقائي اتعلمت الدرس، من دلوقتي هتعلم دروسي من غير اي خدع. استنوا، فين كتبي؟ هاي بصوا، انا شويت الكتب الصغيرة. تيمي، جينا للمستشفى النفسي. دي مش مستشفى نفسي يا سباركي، ده مكان التقاعد للممثلين اللي لعبوا ادوار ابطال خارقين في التلفزيون، بيسموه بيت العدل. العدل العدل. على كل، احنا هنا علشان نحتفل بعيد ميلاد اعظم بطل خارق في التلفزيون، كاتمان. وانا هنا عشان اقابل كل ابطال الخارقين، هم اللي خلوا لبس الملابس الداخليه فوق البنطلون. متاكدين انكم في امان وانتم جنيات هنا؟ ولا يهمكم، عيشوا. اوه، شفت الولد الفراشه؟ لازم اخد توقيعه. بس انا مش فاكرة عرضه. هو ما كانش عنده عرض، هو مجرد راجل مجنون لابس زي الفراشة. هنروح ناخد توقيع الولد الفراشة ونقابلك في البيت. دلوقتي ادور على اوضة كاتمان. يا ممرضة، صندوق المخلفات في مخبأي محتاج تغيير. لقيته. عيد ميلاد سعيد يا كاتمان. اهلا تيمي، معلش اصلي كنت بسن مخالب العدالة. حقيقي انا معرفش امتى هحتاج ادافع عن العالم من الشر او افتح البتونة برضو. فعلا جبت لك هدايا لعيد ميلادك. شكرا ليك يا مواطن. يا رب انا مش مصدق عينيا، ده عدو اللدود هاوس هول تيب. مياو مياو تيب مياو. ديلي. هاي تيمي، فزت بغدا مجاني في الكافيتيريا، بيقدموا شريحة لحم وأسنان في كوباية. لحظة يا تيمي، انت في خطر رهيب. لا مفيش حاجة، ده كلبي سباركي. اتعمل لك غسيل مخ يا تيمي، ده يبقى عدو اللدود التاني دوغمان. كان دايما بيدور على مكان مخبأي عشان يدمرني، اكيد كان بيشتغل مع هاوس هولد طيب الشرير طول الوقت. في حد هنا محتاج يزود دواء العدالة. كاتمان، دوغمان مش حقيقي، ده مجرد شرير من مسلسل كاتمان. صدقني انا اقسمت كتير بكل ذرة في لسان الخشن اني في يوم من الايام هرميه ورا القضبان. يمكن تكون منبهر دلوقتي بمهاراتي في مكافحة الجريمة يا كلب الاجرام، لكن لسه كتير. اولا ده تاب رجع، اكيد بيشتغلوا سوا، انا مش هسيبه. انا في امان هنا. الولد الفراش اكيد هنا في اي مكان. خدوا ده يا اشرار يا صغيرين. لا، الولد الفراش مسكنا وجابنا. استنى. عموما محدش يقدر يهرب من شبكة الخير، كمان محدش يقدر يهرب من انه يشوف صورة احفادي. انا لسه جايالي صورة حفلة التوأم. لا عارف، انا بحب كاتمان، بس كويس اننا مش هنشوفه لمدة سنة كمان. فين الكلب الشرير دلوقتي؟ هستدرجه بدمية السنجاب مستر ناتس، وبعدين هدمره بمخالب القط القوية. مياو. كويس اني خليت السيد ناو علشان يأدي شوية اصوات طبيعية للسناجب باحبال الصوتية الخارقة. صوت سناجب مضغ مكسرات، سكويك سكويك. سنجاب، كنت عاوز اطردك لكن انت متعلق على معصم حد. حد علم الكلب العجوز ده هي الجديدة؟ مش هستسلم لغاية ما امسكه وتيمي يبقى في امان. يا خبر، المكان عالي قوي. متشكر جدا ليك يا صديقي، انا عاوزك ترجع دلوقتي لفوق عشان مستر ناتس. الخطة البديلة، هستدرجه بعيد عن تيمي بالشيء الوحيد اللي الكلاب ما تقدرش تقاومه، زبدة الفول السوداني العضوية اللذيذة.
زبدة السوداني أكيد لذيذة جدا وعضوية. دلوقتي هاخدك لمخبأ القطة عشان استجوبك بمجرد ما يجي رجل المطاط الوسيم. عموما الطقس الأيام دي مجنون. اتكلم يا دوغمان، اتكلم حالا وإلا دلوقتي قولي مخبي فين سلاحك السري مدمر البيت بولدوزر. هو أنا فعلا بجد معرفش مكانه، بس دفنت حلة الشوي بتاعت السيدة ترنر. صدقني كنت بعمل خدمة لتيمي. سباركي، ماما بتدور على حلة الشوي. سباركي، أنا ترنر تحت أمرك. تيمي، أنا كاتمان. أهلا بيك. مسكت دوغمان وانت دلوقتي في أمان من الخطر، وكمان الحبار ده طلع رائع. استنى، إيه؟ بيستخدموا خليط مدهش من توابل غريبة. لا، الحاجة التانية. اسمع، أنا هاخد دوغمان لبيت العدالة وهحبسه. كاتمان، قلت لك قبل كده ده مش دوغمان، ده كلبي سباركي. أنا مش سامعك يا تيمي، فرقة الجاز بتتمرن. كاتمان انتهى. لا، كاتمان بيبالغ جدا. كوزمو، واندا، ساعدوني. أصدقائي، تصدقوا ده؟ أنا دفعت تكاليف الحفلة دي، وكل اللي أخدته التيشيرت البشع ده. أنا بقى أخدت ضربة شديدة جدا زي الإعصار في حفلة روبن وسول. أفضل إني أكون جوه الإعصار عن إني أشوف الصور. وادي آخر واحدة. أنتم فاكرين إن الصورة دي حلوة؟ عندي صور أجمل كتير وهم صغيرين. التيشيرت أهو. أنا كنت قطعت سجادة كبيرة وحاجة كمان في حفل روبن وسول تقريبا. الظاهر لازم أنقذ كلبي من غير سحر، والطريقة الوحيدة علشان أعمل كده إني أثبت لكاتمان إن سباركي مش دوغمان. مين اللي دخل هنا؟ أهلا يا سيد دوغمان، كنت جنبك بزور كاتمان، ودلوقتي هو مقتنع إن كلبي هو أنت. إيه؟ كاتمان هنا؟ قضيت الخمسين سنة الأخيرة بدور عليه في كل مكان، وهو هنا موجود جنبي. عموما دلوقتي بس هنقدر أدمره نهائيا بالبيت بلدوزر. ماشي، مش ده الكلام اللي عاوزك تركز عليه. كمان البيت بلدوزر مجرد حاجة من عرض كاتمان. أنا مختلف معاك جدا، البيت بلدوزر حقيقي وموجود في كل مواقف العربيات. سباركي عنده حق، دي مستشفى نفسية. باب كلب غبي. دلوقتي أنا هدمر كاتمان. راح فين صاحبي المساعد القوي لما أكون محتاجه؟ ماشي، مين مستعد لصورة من رحلتي البوكا؟ بتعملوا ايه هنا؟ حاسين بالملل جدا بجد. مين بياخد 400 صورة الاول قصة شعر الاحفاده؟ لازم ننقذ سباركي قبل ما كاتمان يقضي عليه. هو حيهينه؟ لا، هيدمره، هو في خطر كبير. لكن ازاي هنقدر نهرب من الولد الفراشة؟ بسيطة، ممكن نمشي بسرعة. استنوا، اقفوا، ارجعوا، تعبت. سباركي، انت كويس؟ تيمي، ممكن توضح لي ازاي سباركي في خطر؟ كنت في خطر، لكن مفيش عجوز يفضل صاحي بعد الساعة 5. اصدقائي، طلعونا من هنا. مش بسرعة يا دوغمان. ده مش دوغمان. ارجوك يا تيمي، بعرف دوغمان اول ما اشوفه، مفيش حاجة هتقنعني بعكس كده. ما عدا ده، يا خبر ابيض، ده دوغمان الحقيقي هو اللي على البيت بلدوزر. اظن ان ده يبقى كلبك الحقيقي يا تيمي. استعد لمقابلة خصمك يا كاتمان. تيمي، ابعد لغاية ما حقق العدالة من دوغمان الشرير. لا يا تيمي، ده كده هيبقى ملغي زي مسلسله. لازم اساعده، اتمنى يكون عند كاتمان القوة اللي عنده في عرض التلفزيون. انت خلاص انتهيت يا دوغمان. ودلوقتي هستخدم قوتي الصوتية عشان ارجعك تاني القفص.
مش هسيبك يا كتمان. ومرة تانية ينتصر الخير على الشر. هتفضل في قفصك لمدة طويلة يا دوغمان. مفيش مشكلة، في شوربة عظم هنا. آسف جدا، كنت فاكرك دوغمان يا سباركي. مفيش مشكلة، انت غبي. ايه؟ شكرا على تفهمك. ممكن اخد طلباتك؟ عاوز حبار تاني؟ لا، خلينا ناخد شوية تونة. بالمناسبة انت ما دفعتش الفاتورة اللي فاتت، كده هتكون 132. ممكن تدفع يا تيمي، انا سبت محفظتي مع مستر نوتس. النادي الريفي. ازيكم، رجعت من اجتماع الجنيات العالمي. اتمنى تكون ما خلصتش الفلوس. مش بياخدوا فلوس، اجتماع تبادل، تبدلي اللحم باي حاجة. بدلت لحم العيد بجهاز تبديل الدماغ ده. سنجاب. ده مش بيشتغل، ودلوقتي ما عنديش لحم العيد الممتاز. باي. كوزمو مش بيشتغل، ودلوقتي عندي رغبة ملحة اني اسحف كده على الارض. اطمني يا واندا، اتمنى انت وسباركي ترجعوا طبيعيين. لا، العصيان السحرية ما عرفتناش بعد ما تبدلت عقولنا. جوازنا بقى مشوق جدا، الامور بقت مثيرة يا واندا. تيمي، عندنا اخبار مدهشة، خبطتني ليموزين. ازاي دي اخبار مدهشة؟ يعني العربية ملك باكسبلانتي، اغنى عيلة في المدينة. وعشان ما نرفعش قضية دعونا عشان ننضم للنادي الريفي الفاخر بتاعهم. اسمه ايه؟ النادي الريفي الفاخر، اتجرجرت 100 يارد يا تيمي. ياه، النادي الريفي الفاخر اكتر مكان مدهش. لما تشترك بتاخد 1,000,000 امتياز خاص، ابنهم عنده وصيف بيروح المدرسة بداله. مقال مشوق يا ريمي باكس بلانتي، زي ما يكون كنت على التايتانيك وهي بتغرق من 100 سنة. الجبل الجليدي ظهر فجأة، قصدي ما كنتش هناك من 10 سنين. أصدقائي، ده هيكون هايل إننا نتصرف برقية قوي وتكون أخلاقنا رائعة. سلكة الحوض بتعمل ايه هنا؟ ده اللي قلته لسواق الليموزين. بناكل البطاطس المهروسة زي ما بناكلها دايما. أرجوكم كفاية، لو عاوزين تستمروا في النادي الريفي لازم تتصرفوا بأحسن سلوك. اعذريني يا نساء أخلاق، ناقص تقولنا ما نتسرحش بفرشة المرحاض. بص، عيلة باكس بلانتي بعتوا طيارتهم الخاصة علشان تاخدنا. خد بالك من نفسك يا تيمي. الظاهر اني اكلت بطاطس كتير. اهلا يا تيرنر، اهلا بيكم في النادي الريفي الفاخر. اهلا سيد باكس بلانتي، اسف اني جبت تيمي، انا عارف انك ما خبطتهوش. لكن ممكن تخبطه. يمكن بعدين، هاخدكم في جولة. هو ده ملعب الجولف وملعب التنس والمحكمة، عشان لما الناس تقضيك عشان خبطتها بالليموزين. ياه، المكان ده فعلا فاخر جدا. انا مش هرجع البيت. اتمنى لو كنت جبت هدوم داخلية تانية، لكن هغسل اللي لابسها في الحمام. بابا. عندك حق يا تيمي، انا لابس هدوم داخلية ومش محتاج هدوم تانية منهم. هنا بتيجي اغنى عائلات، عائلة كاشلوت وعائلة كاشفور جولد باري، والوصيف بتاعه ريك فور كاش. حبيبتي اكل، يلا بسرعة. هشيل على قد ما اقدر من السلطعون في شنطة المضخة. ماما بابا بطلوا كده، هيطردونا. شيء رائع يا تيرنر، انتم دايما بتاكلوا بالمضخة؟ وساعات بناكل بجاروف التلج. في نافورة صودا ونافورة شوكولاتة وكمان نافورة برجر. اخبار حلوة يا تيمي، بدلت عقل واندا وسباركي تاني. ها، بدأت افكر انك مش فاهم معنى اخبار حلوة. انا جبت لحم تاني، في نافورة لحم ورا نافورة البرجر. دلوقتي مفيش حاجة هتبوظ اليوم ما عدا يمكن جوفر. المشكلة مع دوفر؟
حسب نبوءة الجنيات الجوفر هو العدو اللدود للجنيات. ده مجرد ورق حمام. على كل مكتوب عندي هنا ان حرب هتبتدي لما يتحول الليل لنهار، ولما تتحول واندا لسباركي، ولما يحرك تيمي عينيه ويمشي بعيد، وهضطر اصرخ بصوت عالي عشان هو بعيد قوي. شكرا على تحقيق النبوءة يا تيمي. ياه المكان ده بيزيد روعة كل دقيقة، عاملين نهر هادي علشان الوصيف يقوم براحته. مستحيل يكون اليوم أحسن من كده. هيبقى يا تيمي عشان أنا خلاص هحقق النبوءة. جنية الشعر الأخضر هتقضي على الجوفر، عشان كده هفجر الملعب. هتعمل إيه؟ زي ما قالت النبوءة بالظبط، هيطفي الولد الصغير قضيب ديناميت بطريقة سهلة، وبعدين هينفجر 117 تانيين. ايه؟ يا ريت ما حدش يلاحظ ده. لاحظوا. مش قادر اصدق انهم رموني برا النادي. ورموك من الهليكوبتر. انا حبيت النادي، نافورة البرجر، النهر الجميل، وكفاية اني احس ان انا افضل من الناس العادية. بوك بوك بوك. احيانا لازم تتقبل انت مين، او في حالتنا تستحمل قدرك. انا هدمرك يا سنجاب. هو انت لسه ما صلحتش مكان التبديل العقل؟ لكن النبوءة لسه ما انتهتش، في طبقة تانية بتتنبأ بنتيجة مختلفة. الطبقتين بيمتصوا أكتر عشان راحتك. الولد الصغير ممكن يرجع لمكان إزلاله المطلق، وده في أي مكان. ده النادي الريفي يا كوزمو، أنا عاوز أرجع هناك، والطريقة الوحيدة إني أكون شبه حد من الأعضاء. أتمنى إني أكون مقبول اجتماعيا في النادي الريفي الفاخر. انت شكلك غني وكمان عجبتني، انت اسمك ايه؟ اسمي مونيكولب، تشاب مونيكولب، وده وصيفي ستيف. الطريقة اللي بترمي بيها الفلوس هتبين شخصيتك. تعال معايا، انت جيت في وقت عرض الفيلم الكوميدي الخاص. اهلا بيكم، عارف انكم مستنيين الفيلم، كلكم متشوقين لي، ومش هتصدقوا هنتريق على مين الاسبوع ده. دول ماما وبابا، قصدي مين الناس الوحشة دي؟ دي تبقى عيلة تيرنر. كل شهر بابا بيدور على واحد ساذج عادي ويعزمه عشان يحرجوا نفسهم في النادي، وده بس عشان يسلينا. دول يجننوا، دول أكتر فاشلين شفناهم. يلا يا جماعة تعالوا شوفوا عيلة تيرنر هيعملوا ايه. كوزمو مش قادر اصدق، عزموا اهلي للنادي بس علشان يضحكوا عليهم؟ ده جزء من النبوءة، على الاقل الجزء اللي لقيته لازق في جزمتي. ده ايصال الديناميت. افتكر دي بقى شيش. صح، فيني الاخلاق. على فكرة ده اتمادى قوي. كوزمو لازم ندي المتكبر ده درس. كوزمو. هقضي عليك يا جوفر. بحقق النبوءة يا تيمي. النبوءة هي دي. كوزمو استنى، في طبقة تالتة وبتقول ان انت وجوفر هتدمروا النادي ده سوا. ده مش شبه النبوءة، لكن لو مكتوب على ورق الحمام يبقى حقيقة. لا، من غير النادي كل اللي عندي هو قصر اللي فيه 200 اوضة. نجحت يا تيمي، انت حققت النبوءة، وكمان ضربت صاروخ على قصر السيد ماكسبلانتي. باقي اليخت بتاعي. انتهى. احسن حاجة اني حميت بابا وماما، ومش هيعرفوا انهم كانوا تريقتهم. هاي تيمي،
سمعت ان باكسبلانتي خسر قصره واخته. احنا بقينا دلوقتي احسن منه بكتير. فاشل. خلينا نروح البيت، هنركب عربية شيب ونكليب. البيت يا ستيف. عربية الليموزين. الرجوع للبيت هايل، احنا احسن من الاغنياء اللي فاكرين ان عندهم كل حاجة. ما عندهمش كل حاجة يا تيمي. قبل ما نمشي مليت المضخة بشرايح اللحم. هجيب المضخة. بالهنا والشفا. حاسس اني ناسي حاجة. بق بق. ممكن اتعود على ده. المدرسة السحرية. اصحى يا تيمي، مدرسة. انتم بتقولوا ايه؟ النهاردة السبت وكمان يوليو. ما نقصدش مدرستك يا صاحبي، مدرسة بوف. النهاردة هيكون اول يوم لبوف في مدرسة السحر الكبيرة، لازم يبقى احلى واحد. المدرسة دي اللي بيتعلم فيها الأطفال إزاي يستخدموا قدراتهم. ما عدا أنا عمري ما رحت مدرسة السحر، أنا حاسوق. عمري رحت مدرسة سواق برضو. هاي الأطفال الجنيات. حبيبي امسك، ده مصروف الغداء. وتماثيل عشب سحرية. انتوا يا عيال ابعدوا عن اعشابي. واطفال اقزام، دي وجبة خفيفة للفسحة يا اولاد. هاتي طارد الناموس. مفيش اي ناموس هنا، دي عنترة. طب هاتي طارد الاشباح. يلا يا بوف يا حبيبي، انا عارفة انك زعلان وخايف علشان تقريبا دي اول مرة تفارقنا، بس انت لازم تكون ولد كبير وعاقل. ما تعيطش. تعالى ده مشي. يا حبيبي ما تقلقيش يا واندا، لسه عندك انا. صحيح انا مش محتاج مساعدة لك. ايه، انا عمري ما رحت مدرسة برضو. مرحبا مدرسة السحر، مدرسة مشهورة، كلهم هينحنوا قدامي قبل الأجازة. جه وقت إني أعلم عدو الأساسي بوف درس. أنت ليه بس مش بتندمج مع الناس؟ أوه، بصوا مين بيرمي عليا جزم. دلوقتي نعلم بوف التلاتة الصح، القراءة والكتابة والانتقام. غريبة، بلعت شبح. أهلا بيكم، أنا ميس قدرات. مرحبا بيكم في مدرسة السحر. ودلوقتي قبل أي حاجة، إحنا معانا حد معروف جدا، طفل سحري مشهور قوي واسمه فوب. أنت طيبة قوي. اقروها بالعكس. يلا يا أولاد، طلعوا آلة التهجي والأقلام السحرية بتاعتكم. مين يقدر يقول لي 2+2؟ الموت. مش بالزبط يا فوب، من غيره. أيوة كده صح يا بوف، 4. بوف هيكون مشهور في لأن أنا اللي هحكم أوضة الغداء. مين اللي هنا؟ انتوا بتسموا دي نكتة؟ انا حوريكوا، استعدوا بقى للضحك اللي هيكسر عظمكم. تك تك. مين؟ الموت. اهلكوا في الدخان.
حصة الألعاب. هاي بصوا بوف بيعمل ايه. مش ممكن، هو ما عملش حاجة جامدة قوي يعني. دلوقتي هتشوفوا كلكم، انا هستخدم كل قوتي المجنونة قدامكم. دي حاجة غريبة قوي، ارموا عليه الاكل تاني. فوب، اتمنى ان قعدتك في الركن تعلمك انه غلط انك تعمل اسلحة نووية وترميها على زمايلك في الفصل في وقت الراحة، وكويس جدا ان بوف كان هنا عشان يفصلها. حاضر، احنا محظوظين ان بوف موجود معانا. يلا يا ولاد، احنا دايما في الدراسة بننتخب رئيس لفصلنا. رئيس للفصل؟ دي احسن حاجة اشترك فيها علشان اشتهر جدا. في حد فيكم عنده مرشح؟ ايوة يا ميس، انا برشح بوف. ايوة، انا قريتها بالعكس. كل مرة يغلطوا فيها، بس انا مش هسكت. بصوا يا جماعة، أنا برشح نيل. المرشحين يستعدوا، جه الوقت عشان خطابكم الانتخابي. دلوقتي لازم أبهركم بقدراتي الهائلة في الخطابة. لو في حملك عقول وقلوب الأطفال يبقى أنا. يا فصل الهبل وضحايا المستقبل، العبيد، المهويس والضعفة، الموت، الموت المؤلم الحارق. هتسألوني هل أنا قائد الموت؟ واختصارا لكل الكلام، صوتوا لي وإلا نهايتكم هتكون الموت. أشكركم بشدة، كنتوا واثقين من نفسكم، شكرا لكم. تعرفوا وحشتني كلمة إحنا حقيقي. يلا نتغدى، ودلوقتي يلا نسمع بوف. إيه ده؟ هو أنتوا بتحيوه؟ ده هو ما قالش غير اسمه بس، ده ما بيقولش غيره أصلا. ودلوقتي يا أولاد الكل يحط الأصوات في الطبق ده. دلوقتي هنبدأ الفرز. الفايز بالإجماع هو زميلكم بوب. أيوة، مقروءة بالعكس. مش كل مرة. لحظة، بالإجماع؟ ده مستحيل طبعا، أنا صوت لنفسي كذا مرة. الحقيقة بوف فاز علي عشان خطبته اللي عجبتهم. أوه، ده هبل قوي. إني أكون رئيس كانت آخر فرصة علشان أحكم المدرسة. ماشي، لو ما عرفتش أكون أشهر واحد في مدرسة السحر، أنا هظبط مدرستي بنفسي اللي حقق واحد فيها على طول. كلكم هتقسموا على الولاء ليا. انا بلعت عنكبوت ولا ايه؟ هو الاستاذ مشهور عايز يتخانق، انا هخليها 2-1 فيبقى حظي اعلى. قوتك جواك يا بوف، انسى، خليك انت النائب بتاعي. انت فاكر انك هتحكمني؟ اهدى، وانا هخليك وزير زراعة. خليك معايا واحنا هنحكم المدرسة سوا. انا عمري ما هفهمك ابدا، ممكن تكون دي لا او نكتة جامدة من بتوع تيك تيك. لو مش عايز تبقى معايا يبقى لازم تضربني، وانت اكيد ما تقدرش. دلوقتي انا بأمركم تطيعوني وتنادوني على طول بالسيد الزعيم. مستحيل. ده حقيقي؟ واو، انتم ناس عنيفة. ماشي، لو مش ملو كده كلكم هتطردوا. دلوقتي انا هضحك ضحكة شيطانية وادمركم كلكم. استنوا، ممكن تبقى اكبر. آه،
فهميني بالظبط، هو ايه اللي حصل؟ حصل اللي بيحصل كل يوم في مدرسة السحر، كل حاجة بترجع عادية وطبيعية آخر اليوم. عمرك ما سمعت جملة الجرس أنقذني؟ الجرس أنقذني؟ كل الرعب اللي عملته ده ولا حاجة؟ ما عملش حاجة؟ أوه ما تقولش كده، أنت استفدت إنك هتفضل كتير في السجن. طب أقول إيه؟ استنى، بوف عايز يديك عفو رئاسي، يعني مش هتدخل السجن خالص. مستحيل، عدوي أنقذني تاني. شقة! هو ده ابني حبيبي. اهلا فوب، انا ما كنتش اعرف انك في مدرسة السحر. استنى، في عنكبوت على مناخيرك، امسكه. واحد تاني، مكانك، ما تتحركش، خليك مكانك، هجيب جاروب كبير، انا لازم امسكه. اثبت، تجربي ده.